استعراض محمد رمضان بالسيارات اللي عنده طلع حاجة بسيطة من اللي عنده، ده لو شفتوا القصر بتاعه اللي عايش فيه من جوه هتتصدموا من اللي هو عامله فيه. عنده ملعب كامل جنب القصر على طول، وحمام السباحة بياخد فيه حجرين شيشة، بيطلع يستجم في الشمس، وكل حاجة جوه القصر بالذهب. مستنيين ايه؟ يلا بينا ناخد جولة مع بعض في الفيديو ده. اللي معروف عن الفنان محمد رمضان انه بيستعرض عربياته علشان هما كتير حبتين تلاتة، ده غير اللبس والاكسسوارات والذهب، والناس كمان تعرف الفلوس اللي عنده واللازم منه. لكن هو عايش في أفخم مكان ممكن تتخيلوه، عامل حتة قصر تحفة، معظم اللي فيه عامله بالذهب وحاطط شيشة بياخد فيها نفسين وهو جوه حمام السباحة. ومش بس كده، ده عنده ملعب كبير جدا وشكل كده كل تمريناته فيه، وطبعا أهله بيزوروه وهو بيستقبلهم أحسن استقبال فيه، وكمان بابا بيحب يروح يقعد معاه باستمرار علشان يشوف أحفاده ويتصور معاهم. وطبعا محمود رمضان أخو محمد رمضان من أكتر الناس اللي بتكون موجودة معاه في القصر ده بحكم طبيعة شغله، لأنه بيدير أعماله، وكل ده هتشوفوه معايا. محمد رمضان بقى ماركة مسجلة في الاستعراض، يعني طيارات تلاقي، عربيات تلاقي، تليفونات وذهب ولبس من أغلى الماركات والإكسسوارات، وحيوانات علشان هو بيحب الأسود والكلاب، والعيشة شكلها مرتاحة على الآخر، ودولارات في البنك موجودة، وفلوس في الخزنة جوه قصره برضو موجودة، وكله عليه حراسة وبوديجاردات بياكلوا عيش وفاتحين بيوتهم من ورا الشغل معاه، ربنا يزيده طبعا. لكن الجديد بقى هو القصر اللي عايش فيه حاجة كده فوق الخيال، وشكله اختار كل حاجة بنفسه علشان كل التصميمات تحسها مدروسة صح، وكل حاجة معمولة على هوا زي ما بيقولوا. تدخل القصر تلاقي فيه حاجات كتيرة كده بتقابلك علشان توصل للمكان اللي انت هتقعد فيه، يعني تحب تقعد في الجنينة شوية ولا تاخد لك بطس، ولا ايه رأيك تعمل تمرينة في السريع كده، ولا تحب تقعد في الشمس شويتين، كل ده موجود قبل ما تدخل تشوف الخيال جوه بقى وانت وذوقك. اهو ده قصر نمبر 1، وان عنده جنينه كبيره جدا علشان لو حب يخرج من جوه يقعد بره، وكمان القصر متحوط بملعب كامل فيه كل حاجه ممكن تتخيلها. محمد رمضان نفسه بيلعب في كوره وبيتمرن كمان، واول ما تخرج من جوه القصر عامل قاعده كده بكام كرسي علشان اللي يحب يشوف الشمس ويشرب اي حاجه، وكمان هتلاقي حمام سباحه شيك جدا، ورمضان حاطط عليه شيشه بينزل ياخد جوتسين كده ويطلع ياخد نفسين شيشه ويكمل. ده غير كمان ان عنده اوضه خاصه باللبس لوحده، وعنده كمان جراج مخصوص بيركن فيه العربيات بتاعته. لما تاخد جوله جوه قصر محمد رمضان هتلاقي كل حاجه تقريبا بالذهب، هو شخصيته كده بيحب الذهب جدا، ده مره كمان جاله ايفون هديه كان مطلي بميه الذهب علشان صاحبه اللي جابه هديه ليه عارف هو بيحب ايه، ده غير ان هو قال ان هو جاب قبل كده معجون اسنان معمول من مية الذهب، وطبعا مش بعيد عليه يعمل كل حاجة في قصره بالذهب. جوه القصر مسيطرة الالوان الترابية على المكان، وكمان الابيض والرمادي، ده غير كمان الاكسسوارات الفخمة والانيقة والمقتنيات اللي بالذهب، وكمان الاساس اللي جوه القصر بتاعه مطعم بالذهب، يعني كل حاجة معمولة بالمسطرة زي ما بيقولوا. هو كمان عمل فيديوهات لي من جوه القصر.